لكن مو في هالوقت هذا. انصدمت كذا، ايش فيه؟ قلت اكيد انه في شيء غلط. لا، بدون ما يقصد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، يا هلا يا مرحبا، معاكم علي عاشق. اليوم بإذن الله تعالى نبي نتكلم عن شخص سوى شيء في حياته، شيء بسيط كذا لكن ما كان متوقع وش هالشيء هذا، وين راح، وين وداه، فهالشيء هذا نتائجه صدمته مرة. لكن ما راح نطول، قبل كذا الله يعطيكم العافية، لا تنسون اللايك والشير وسبسكرايب، وحياكم الله عندي هنا في السوشيال ميديا. ويلا بسم الله خلونا نبدأ. دائما كل شخص عنده حلم في الحياة، والحلم أحيانا يسعى له عشان يحققه، وممكن رب العالمين ما يقدر للشخص انه يقدر يحقق حلمه. ودائما يقول لك ما في شيء يستمر على ما هو عليه، لابد تجي ايام ويتغير الشيء هذا، ما في شيء يبقى على ما هو عليه، لا، كل شيء راح يتغير مستقبلا. فممكن انت اليوم تكون في القاع وبكره تكون بالقمه، والعكس صحيح، ممكن تكون بالقمه ويقدر الله لك شيء وتصير في القاع. وهذا بالضبط اللي صار مع نيثن ابو داغا. نيثن أبو داغا ولد في ولاية أيداهو في أمريكا عام 1983. هو شخص بسيط مرة، يعني عايش على ما يقولون، عايش على حياته اليومية، يأكل ويشرب ويشوف رب العالمين وش يقدر له وش يسر له. ونيثن هذا أمه تنتمي لأحد قبائل الهنود الحمر، عشان كذا هو مسوي تاتو في راسه من وراء، تاتو الريشة اللي يمثل أحد القبائل اللي تنتمي لها أمه. فهو كان شخص يعمل في معمل بطاطا، يروح المعمل البطاطا ويرجع، وأثر عليه الحياة زي ما أثرت على أي شخص آخر. وأيضا نيثن يسكن في كرفانة في بركس، ما عنده بيت، والكرفانة هذه اللي يسكن فيها أصلا ما في موية واصل لها، فلا بغى يستحم أو يسوي أي شيء لابد يطلع إلى البيت المجاور أو إلى أي مكان ثاني ويقدر ياخذ راحته. فما كان في أي شيء مميز في حياته، يعني فاقد الأمل في الحياة أنها تتحسن، إلى ما قدر الله له في أحد الأيام صارت له مشكلة قلبت حياته فوق تحت. وش صار؟ والكلام طبعا هذا ما هو بعيد، قبل فترة بسيطة مرة. كان الكلام في الخريف، وبالتحديد في 25 سبتمبر. قام نيثن حاله حال أي يوم عادي، وشغل سيارته الدوج وراح اتجه بالطريق إلى معمل البطاطا حقه الصباح اللي لازم إنه يشتغل ولازم يحضر في هالوظيفة هذه. وشغلة هذه كانت شغلة عادية، يعني هو ما هو حابها مرة، إلا إنه فقط بيترزق الله منها، يعني يكسب منها شيء بسيط، يا دوبك يشتري أكله، يعني ها، على أساس إنه فقط ما يموت من الجوع. فكان مستمر في هالشغلة هذه. ففي الطريق وهو متجه إلى العمل تعطلت سيارته وخربت ووقفت بنص الطريق. فلما خربت السيارة كذا يعني تعكر مزاجه، الصباح ونفسية كذا، ويبي يروح للعمل والدنيا منتهية، أصلا هو ما هو مستمتع في العمل. فتعال الحين روح، السيارة خربت، فهو أصلا شوي عنده متعود، لأن سيارته دائما يصير فيها خرابات، لكن مو في هالوقت هذا. فبدال ما ينتظر القلص وينتظر السطحة تجيه ويبدأ يتصل على الناس ويبدأ يتأخر عن العمل ويتلعوز وقيل وقال ومساءلات، فهو كان دائما يشيل عنده اللونج بورد، اللوحة الخشبية اللي يحط رجليه عليها ويبدأ يتدرج فيها لين ما يوصل للشيء اللي به. فهو دائما يخليها بالسيارة على أساس مثل هالظروف، أو أحيانا يوقف على الطريق ويتدرج ويبدأ يستمتع فيها. فقام نيثن وطلع هاللوحة هذه البورد اللونج بورد، وأخذ جواله وأخذ عصير الأوشن سبراي هذا اللي هو عصير التوت، وراح وكمل طريقه إلى العمل. طبعا السيناريو هذا ما في أحد يتمناه، الصباح رايح وتخرب سيارتك ورجال تبي تروح للدوام حقك ومتلعوز والحياة مقلوبة عليك فوق تحت، الكرفانة اللي أنت عايش فيها أو البركس هذا اللي أنت عايش فيه أصلا ما فيه موية. لكن نيثن خلى الحادثة هذه مختلفة تماما، قال خليني أستمتع في الموضوع شوي. فقال خليني أصور فيديو لبنتي الصغيرة علشان أوريها أبوها هذا اللي عمره 37 سنة كيف قاعد يروح للدوام ويروح فيها على اللونج بورد. ولكن يقول المشكلة الوحيدة أنا ماني يعني مرة كويس في موضوع التكنولوجيا هذه، أصلا أنا في السوشيال ميديا ماني قوي ولا عارف له، ولكن أتذكر قبل بنتي علمتني كيف أني أسوي تيك توك فيديو. فقال خليني أصور هالفيديو هذا وأرفع لأخوياي، والبنتي خليها تشوف كيف أني أروح للدوام كل يوم ويتعذب أبوها وهو رايح للدوام. فراح صور فيديو مدة 22 ثانية فقط ورفعه على التيك توك وهو ماشي على البورد حقته وقاعد يشرب بهالعصير الصباح كذا ورايح للدوام. فقال خل بنتي تشوف وتضحك وتستمتع على ابوها اللي رايح للدوام متلعوز فيها الحياة. طبعا هو كان مصور كذا فيديو في التيك توك من قبل، كان فيها كذا رقص واشياء خفيفة بينه وبين اخوياه. فالفيديو هذا اللي صوره في ذلك اليوم هو يشرب العصير ومتجه سماه مورنينج فايبس، اللي هي زي ما تقول اجواء الصباحية او اجواء الصباح كذا، ومشغل عليه موسيقى خفيفة كذا ومتجه ورايح فيه للعمل. فيقول انا قررت اني
يعني بس أرفع يومين ثلاث كذا وبعدين أرجع وأحذف الفيديو هذا وخلصنا منها. فهو لما رفعه نسى الفيديو خلاص وراح وانشغل في عمله. ولكن الألغوريثم حقت التيك توك كان عندها كلام ثاني مرة، سوت هوايل فيها المقطع ال 22 ثانية اللي رفعه نيثن على التيك توك. وش صار؟ عامل معمل البطاطا هذا نيثن هالإنسان البسيط هذا صح من النوم لقى حاله نجم في تيك توك. يقول أول ما فتحت التيك توك انصدمت كذا، ايش فيه؟ قلت أكيد إنه في شيء غلط، لا في شيء متلخبط في الموضوع، ايش صاير؟ اللي شافه نيثن إن الفيديو حقه ضرب ضربة قوية في التيك توك، تعدى أكثر من 20 مليون مشاهدة، فهو انصدم، بدأت العالم تسوي له فولو، بدأت العالم تعطيه لايكات وتعطيه تعليقات، وبدأت العالم تاخذ الفيديو تنشره في وسائل التواصل الاجتماعي ثانية غير فيسبوك، غير الانستغرام، اليوتيوب ولا تويتر، كل هالأمور هذه بدأت الناس تستخدم الفيديو، إلين ما تعدى أكثر من 60 مليون مشاهدة، وصل ممكن الآن إلى حوالي أكثر من 80 مليون مشاهدة. واللي بيشوف الفيديو حياكم الله، هنا عندي في التيك توك أسوي له يعني منشن وتشوفون كيف، حياكم في التيك توك تقدرون تشوفون الفيديو وصار عليه وش وضعه، كيف الفيديو هذا انقلب فوق تحت أو قلب حياة نيثن فوق تحت. فبدت العالم تأخذ اسمه ويحاولون يراسلونه ويتواصلون معاه. طبعا الفيديو ما وقف على كده فقط، الجماهير اللي في التيك توك والسوشيال ميديا حبت الفيديو بدت تستخدمه، لا الفيديو وصل إلى الشركاء اللي في شركة أوشن سبراي، العصير اللي كان يشربه نيثن وهو راكب على اللونج بورد. وش صار؟ ليش ملاك الشركة عجبهم الفيديو هذا وبدوا يتابعونه وبدوا يحاولون يتواصلون مع نيثن؟ لأن بسبب أنه كان يشرب العصير هذا، مبيعات العصير هذا ارتفعت في يومين ارتفاع عجيب مرة، لدرجة إن أكثر المحلات الرفوف اللي فيها العصير هذا خلاص فضت خلصت، فكان في شوية أرباح ارتفعت خلال يومين فقط في مقطع تيك توك. فالناس بدأت تشتري العصير وتقلد الفيديو حقه على التيك توك وبدت تنشره، فصار هذا الأمر يزيد المبيعات ويزيد الأرباح. فقرروا ملاك الشركة إنهم يكافئون نيثن بس على هالعمل اللي سواه، وسوالهم دعاية كذا بالمجان بدون ما يقصد. ومثل ما قلنا إن الإنسان هذا كان إنسان بسيط يسكن في كرفانة، يعني أموره المادية مرة صعبة، فلما راحوا ملاك الشركة يشكرونه في بيته تفاجأوا إن حياته مرة صعبة، فقالوا لا خلونا نساعده شوي، يعني مو بس إن نشكره ونعطيه شهادة ولا شيء. فراحوا دو سيارة نيسان لونها أحمر زي لون مشروب التوت اللي كان يشربه وهو راكب في اللونج بورد ورايح للعمل. ومو بس كذا، كانوا معبينها كراتين عصير من الشركة، شيء مو طبيعي. فنيثن كان مبسوط مرة ومستغرب ومو مستوعب الوضع اللي صاير، يقول الآن أدركت، يعني يقول ما كنت متصور فيديو مدة 22 ثانية إنه يقلب حياتي ويغيرها فوق تحت. فقال نيثن أدركت إنك أنت الوحيد اللي تقدر تغير حياتك، أنت الوحيد اللي تبدأ في التغيير، لا تنتظر الناس تغير لك حياتك أو تجيك معجزة. وطبعا السالفة ما وقفت فقط على الشركة الأوشن سبراي اللي كافأوا وبدوا يعطونها فلوس وعطوا سيارة وغيره، لا 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 لا. ففي الفيديو اللي صوره كان مشغل موسيقى خفيفة خلفية كذا، فملاك الموسيقى هذه بعد اشتهروا وصاروا ترند، فوصل لهم الخبر يقولون من عام 1977 آخر مرة طلعنا ترند، وهذا ترند الثاني بعد ما صور المقطع هذا نيثن. فاستدعوا وكافأوا وتصوروا معاه وبدأت العالم كذا تستخدم الفيديو، فهم مشاهير وبدوا يستخدمون الفيديو حقه. فهذا جاب له عقود مع شركات ثانية وخلتها تحاول تخلي نيثن هو اللي يسوي لها دعاية. فكلمة اللي كان مستخدمها مورنينج فايبز أو موضوع أجواء الصباح هذه خلت أكثر مشاهير اللي موجودين هناك يبدون يستخدمون يسوون نفس الفيديو، لدرجة أن نائب حاكم ولاية مونتانا استخدم الفيديو حقه وسوى نفس موضوع نيثن. وأيضا بعض المشاهير العالميين مثل شاكيرا وغيره حقين كأس العالم بدوا يستخدمون نفس الفيديو، فانتشر الفيديو انتشار عجيب مرة. فبعد ما انتشر الفيديو كذا نيثن تورط، قال الحين شو اسوي في العالم هذه بعد ما جتني هنا وبدت تتابعني؟ فهو قال يمكنني خلاص اوقف هنا، لكن بنته قالت له لا كمل في المقاطع اللي تسويها وروح سوي كذا يعني دانس ولا رقص ولا غير في بعض الحركات اللي تسويها. فاستمر يسوي بعض المقاطع واستمر انه يحاول ينزل في التيك توك وما يقطع. فراح نيثن واخذ اجازه طويله مره من معمل البطاطا، واصلا قال خلاص انا يمكنني ما راح ارجع لكم مره ثانيه. حتى بعض المشاهير في اليوتيوب بدت تهديه، يعني بدوا يسوون فيديو على اساس يخلونه هو محتوى. ففي يوم ميلاد نيثن راح احد اليوتيوبر جاء من الاسكا مشي ورسم صورة كذا نيثن على سيارة وراح اهداها له، فبدوا يستخدمونه كمحتوى. فصارت العقود مع شركات بالملايين وقامت تدخل له، وراح فتح متجر اونلاين وبدأ يسوي كذا المرج حقه، بدأ يحط يعني شكله وبدأ يحط الشغلات الخاصة فيه، وبدت الناس تشتري وارتفعت المبيعات معاه. وايضا راح المكاتب العقار وراح جهز بيته وراح سكن البيت الجديد اللي خلاص طلع من كرفانة ومكان اصلا ما فيه موية الى البيت الجديد، ولا زال هو مستمر في الوضع هذا. ويقول
يقول نيثن أشكر كل شخص، يعني أشكر كل شخص تابع الفيديو حق 22 ثانية، ما كنت متصور 22 ثانية تغير حياتي فوق تحت. فهو يقول كيف خراب سيارتي شيء مصيبة أنا شفتها بعيني، لكن المصيبة هذه كانت خير علي وقلبت حياتي فوق تحت. وأصلا شكرا لبنتي اللي كانت علمتني على التيك توك وكانت دائما تدعمني، وشكرا أني أنا حاولت أصور لها هالشي هذا، وشكرا للناس اللي بدت أعجبت في الفيديو حقي. ما كنت متصور ليش الفيديو حقي بالذات اللي الناس أعجبت فيه وانتشر هالانتشار العجيب هذا. وشي الحلو في القصة انه هو سوى الفيديو فقط عشان يرضي بنته ويوريها، لكن الفيديو هذا قلب حياته فوق تحت. ويقول نيثن اصلا انا كنت يعني ضد شوي موضوع السوشيال ميديا والتطور، ولكن يقول الوقت هذا لازم الانسان ينفتح على الشيء الجديد ولازم يغير من حياته. فتحولت حياة نيثن من شخص بسيط مرة عايش في كرفانة حتى ما فيها موي الى شخص نجم مرة، وبدت عنده عقود من الشركات ومشهور وملايين المتابعين، حتى ملاك شركات بدوا يحتكون معاه ويتصورون معاه ويسوون له عقود، وهذا كله بعد توفيق رب العالمين اكيد. ولكن انه راح صور هال 22 ثانية وقلب هاليوم العصيب اللي مر عليه خلاه كده ممتع وفن، وراح صور هالبنته. وبكذا يا جماعة وصلنا لنهاية فيديو اليوم، لنهاية قصة اليوم اللي هي انا جبنا القصة هذه قريبة، ما قلنا نبي نرجع للسبعينات والتسعينات والخمسينات الميلادية، لا لا، شيء قريب مرة في السوشيال ميديا، كيف ان الانسان لابد يتخذ الخطوة الاولى للتغيير. وما تدري ربما مصيبة تصير لك ومشكلة تشوفها بعينك، لكن رب العالمين يغيرها لك وتصير هي الفاتحة لك في الحياة وتكون لك خير مستقبلا. فأنتم ايش رأيكم؟ اكتبوا لنا تحت، ولا تنسون لايك وشير وسبسكرايب والسوشيال ميديا الكاملة عندكم، ونشوفكم ان شاء الله الفيديو القادم. لا تنسون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.